للوقوف أكثر على استمرار استهداف الأردن بالمخدرات في ظل اتهامات لحزب الله بالوقوف وراء عصابات ترويجها، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام، ينضم إلينا رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. دكتور أسامة الملوحي، بداية مرحبا بك. الأردن تتهم القوات السورية والميليشيات بالتعاون مع عصابات تهريب المخدرات. بداية، كيف تقرأ تحول نظام الأسد والميليشيات الداعمة له للأردن لترويج المخدرات المصنعة في المعامل الحدودية التي تشرف عليها ميليشيا حزب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا الأمر قديم، وهناك مساحات واسعة في لبنان تحت إشراف عائلات تابعة لحزب إيران، والحزب نفسه يحمي هؤلاء من داخل لبنان بشكل قانوني حتى لا يعني يكون هناك ضغط قانوني ضد هؤلاء. وحصل أن حدثت يعني مواجهات وحدثت محاولات من الجيش اللبناني للدخول إلى مناطق في بعلبك يزرع فيها الحشيش وتزرع المخدرات. الموضوع بتنسيق تماما كامل مع بقايا شرازم بشار الأسد، مع ميليشيات بشار الأسد مباشرة. الضباط الموالون لبشار الأسد ومن حول بشار الأسد هم شركاء في هذه التجارة التي هي ليست جديدة، لكن يبدو أنه لفت الانتباه إليها لأن الأردن مستهدفة الحقيقة من أجل التسويق. لأنه أين تسوق هذه المخدرات؟ كانت تسوق حتى، هناك تقارير، إلى تركيا، يعني كانوا يحاولون أيضا إدخالها إلى تركيا وإدخالها حتى إلى العراق وإلى كذا. لكن اليوم يبدو أنه السوق باتجاه الأردن هي الاتجاه المغري، لأنه باتجاه الأردن أيضا يصل إلى دول الخليج، إلى السعودية خاصة. والسعودية أعلنت في السابق أنها اكتشفت عدة مرات محاولات لإدخال المخدرات إلى السعودية وإلى باقي دول الخليج، فلذلك هذا السوق الحقيقة يمتد من الأردن إلى باقي الدول، وليس أمامهم إلا هذا الاتجاه، وهي عملية منظمة وتحت إشراف النظام السوري. يعني بلا شك أن بشار الأسد والضباط من حوله شركاء في هذه العملية من البداية إلى النهاية. أستاذ أسامة، يعني منذ أسابيع استطاع الحرس الحدود الأردني إفشال عملية تهريب كبيرة من الحدود السورية، يعني اليوم ومع الحديث عن استخدام الطائرات المسيرة، كيف تنظر إلى استخدام الطائرات المسيرة وهذه الإمكانيات المستجدة؟ يعني كيف سيكون تأثيرها؟ في الحقيقة عمليات الرصد بمثل هذه الطائرات أصبح الأقل كلفة. يعني هذه متاحة، مباحة ومتاحة لشرائها من أسواق سوداء وبيضاء حتى، فلذلك هي تستخدم في هذه التجارة، وهي تجارة يعني أكثر تنظيما واتساعا مما نظن، يعني عميقة جدا. ويبدو أن الصعوبات الاقتصادية داخل إيران دفعت حزب إيران إلى تنشيط هذه التجارة ولتمويل نفسه، لأنه كان يتباهى في السابق ويقول كل الأموال التي في حوزة حزب إيران هي من إيران، كل الرواتب وكل المصاريف وإلى ما هنالك. فلذلك هذا الأمر يعني تجاري بهذه السوق التي هي سوق بشعة في الحقيقة، يعني تدمر الناس وتدمر النسيج الاجتماعي إن كان في كل الدول التي يعني يتم التصدير إليها. وإيران تعلمون أنها تستهدف المجتمع السعودي، وما أظن المجتمع الأردني، لأننا خبراء بالمجتمع الأردني ونعلم أن المخدرات موجودة، لكن انتشارها ليس انتشار يعني تجاري ضخم، لأنه الوضع الاقتصادي في الأردن أيضا يعني وضع صعب، الناس يعني وضعها صعب، يعني لا يمكن أن تتعاطى بهذا الشكل. لكن المستهدف هي السعودية ودول الخليج، وإيران تشجع أيضا من باب غير تجاري، باب آخر لتدمير هذه المجتمعات. من وجهة نظرك ألا يعد هذا التحول تخبطا؟ طبعا، لكنه تجاري بحت. يعني هؤلاء عندما يشتغلون لصالح إيران بهذا الولاء الغير مسبوق، يعني ولاء خطير. هؤلاء أعداء
للمجتمع الذين هم فيه، يعني هؤلاء أعداء للبنان. لا أظن أن هناك أطراف غير شريكة مع حزب المشكلة إيران. أن الأمر يعني أصبح خطيرا جدا، استهداف وتوحش أصاب ربما ميليشيا حزب الله باستهداف الدول العربية بالمخدرات، إلى أي مدى يكشف حالة الارتباك الذي يعيشه قادة الميليشيا في الضاحية ومن يديرون أمورهم في طهران؟ يعني انظر إلى سياسة حزب إيران في لبنان، ستجد أنه كل وليس بعض، كل مصائب لبنان والمصاعب الاقتصادية وحتى في مجال الطاقة سببها هذا الحزب. هذا الحزب أول خطورة كانت على المجتمع اللبناني وعلى الاقتصاد اللبناني وعلى التفاهمات اللبنانية، والأمر ظاهر أمامك. يعني فهم عدو لما حولهم، عدو لطبع دخولهم إلى سوريا جعلهم في مواجهة مع الشعب السوري المنتفض العظيم الذي لم تنتهي ثورته بعد ولن تنتهي بإذن الله، وسيكون أمام عقوبات من هذا الشعب في المستقبل. هذا يضر بسوريا، يضر بإيران، يضر بالأردن، يضر بالسعودية. ينفذ هذه مهمة، ينفذ الأوامر بدون نقاش، أوامر تأتي من إيران، من إيران حقا. دكتور، هناك لطالما الكثير من القوانين الدولية التي صدرت بمناسبات مختلفة وبظروف مختلفة، يعني كمثلا قانون تجفيف منابع الإرهاب، ألا يعد هذا إرهابا؟ لماذا يعني لا يتحرك المجتمع الدولي يعني مثلا بعمليات ما، عمليات عسكرية ربما لوقف الميليشيا والنظام السوري وطهران لتجفيف منابع انتشار واتساع نطاق ظاهرة المخدرات؟ هذا الأمر يحتاج إلى شرح طويل، ولكن المستغرب في هذا الأمر له صبغة يعني واضحة، لأنه كل الميليشيات المتطرفة بشعاراتها وحتى في ملابسها وحتى في ممارساتها متطرفة جدا، لكنها تنتمي إلى التشيع الصفوي. فهؤلاء كلهم الدول الكبرى، ربما الإدارات طبعا ليس الشعوب، الإدارات كلها تتفاهم معها، تتباطأ في الحد من خطورتها ومن لجم مثل هذه القضايا في التهريب وفي ترويج المخدرات وفي تدمير الشعوب. يا أخي هذا ما يحصل. أما إذا كان هناك من مثلا من أهل السنة مجموعة معينة كذا، تجد أنهم يتحركون ضدها ويصدرون اللوائح الكامل. نحن لا نقول أن المجموعات المتطرفة يعني من هذه الجهة أو من هذه الجهة هي مرغوبة، هي غير مرغوبة، لكن لماذا تسليط الأضواء على جهة وإغماض العين وإطفاء الأضواء على هذه الجهة؟ يعني أنا أستغرب فعلا كل هذه الميليشيات ومنها حزب إيران في لبنان أنه يعني لم يدرج إلى الآن كمنظمات إرهابية متطرفة في الميزان الأمريكي ولا حتى الأوروبي. نعم. يعني أمر غريب، وتحصل ضغوطات من أجل هذا الأمر، ولكنه ما زال ضعيفا للغاية في إدراج هذه المنظمات كجهات إرهابية وهي مدمرة حقيقة للمنطقة ذات مليان. شكرا دكتور. من أمستردام رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة الملوحي، شكرا لك.